سنة سعيدة ديال 2023 وجعلها الله فاتحة يمن وخير وبركة على الساكنة المحلية وعلى عموم المواطنين في هذا الوطن الحبيب. اللي كاين الترتيبات الأمنية كيف جرات العادة، هذا ولا تقليد سنوي أننا كنتخذوا ترتيبات أمنية بمناسبة السنة الميلادية الجديدة. الترتيبات الأمنية تطال كل المناحي ديال الحياة، الهدف الأساسي ديالها هو تحقيق الأمن والأمان وكذلك المحافظة على حياة المواطنين والسلامة الجسدية والممتلكات ديالهم. بالنسبة للتشكيلات الأمنية اللي تم التوظيف ديالها على هذا المستوى، كيف حضرتوا معنا إلى جانب السيد والي الجهة، هذه الترتيبات الأمنية كانت بتعليمات ديال السيد المدير العام الوطني، والهدف الأساسي هو خدمة المواطن أمنيا. هذا قلنا بالنسبة للتشكيلات الأمنية، كاين الخيالة، كاين كل التشكيلات الأمنية، كل فرق الأمن العمومي، كذلك الشرطة القضائية، الاستعلامات العامة، الفرق التقنية كلها مجندة خلال هذه الليلة وإلى ساعات متأخرة من الليل لتأمين المواطنين، تأمين المواطنين في كل المحاور ديال المدينة، في كل المحاور ديال المدينة. الحمد لله لحد الساعة الحالة عادية، والتشكيلات الأمنية ركشتها، كل واحد أخذ المواقع ديالو، وشكرا. سؤال للمواطنين، كنغتنم هذه المناسبة كذلك باش نلوه بالمجهودات الأمنية اللي كتقوم بها أسرة الأمن وكل المصالح وكل الشركاء ديالنا في الميدان من سلطات أمنية وبقية المصالح، وكنأكدوا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتنقية القطاع من كل الشوائب الأمنية في دائرة البروتوكول الأمني اللي كنقوموا به على مستوى ولاية بني بلال. فكل الإمكانيات اللي كتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني وسائل ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.